السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله، تفضلي. بغيت أسأل عن سلطان. أم عبد الله؟ إيه. تعرفه؟ هذا مدام سلطان. يا هلا يا هلا ومرحبا، حياك الله، تفضلي. الله يحييك. بس بغيت أعرف وين سلطان؟ سلطان ما يجي اليوم. كيف ما يجي اليوم؟ هو قال لي إنه جاي الشغل اليوم. وهو مفروض إنه يجي هنا، لكنه ما عدى المحل وراح مشوار قريب مع الأستاذة فاطمة، بس بيجي قريب إن شاء الله. إن شاء الله. طيب لما نرجع قولوا له البيت أبونا ضروري. أبشر لأمك، أول ما يوصل أبلغ على طول. شكرا. يلا ماما. يلا. أم عبد الله، الله يهينك. أم عبد الله ثواني بس. هلا. أخدمكم شيء أم عبد الله؟ ناقصكم شيء؟ تبون شيء؟ الصراحة البنت مرة تعبانة، ودي أوديها المستشفى بس ما معي فلوس، السلطان نسى يعطيني قبل لا ينزل الدوام. إيش دعوة أم عبد الله، ما تقولي لها الكلام، ترى الناس للناس، وبعدين أنت في حسبة أختي والسلطان مثل أخوي. مشكور ما قصرت. إيش دعوة، امسكي هذه خلصي فيها أمورك وبعدين لا تجي. ما تقصر. شكرا أخوي. اخذيها، لا جا سلطان بتفاهم معه. مشكور وما قصرت. العفو، ما سويت شيء، والحقي على البنت، الله يعطيها العافية إن شاء الله. الله يعافيك. يلا ماما.